ختامهم. طيب الجولة الأولى يا جماعة الخير انتهينا من الجولة الأولى، نبدأ في الجولة الثانية. وقبل نبدأ في الجولة الثانية راح نبهكم من بعد الجولة هذه راح يكون فيه من تاج ختام فوزير جبر المدارية، عطنا السؤال وعطنا حكم في نفس الوقت عشان نسأل الشباب. الوقت معنا يا جماعة الخير، ودنا نتسحر. طيب اختر لون يا رشيد. بنفسجي أزرق. أزرق 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 أزرق. طيب راغة. ليه أرانب أبو تخيل. حط ديك. اسمع أبو تخيل مع فريق رشيد. إيه أبو تخيل بيجيب العيد يا شباب. لا إن شاء الله. يلا اسمع كلمة. بس كلام حميد. لا أرانب أرانب أرانب. ولا اسمع رشيد يشرح لكم انت فلاح يشرح لكم الاثنين. يلا تعالي فلاح اخر يا رشيد كذا شوي اشرح لهم الكلمه هذه. والله طيب. ارنبنا الكبيره. يلا يلا اشرح اشرح سريع الوقت معك. يلا بدا الوقت. والله انا طبعا كلمه بدويه يعني. ايه. يلا بدا الوقت معكم. تبدي تشرح اي شيء بس امشي ما تجيب كلمات. انا احس انها شعره بدون صوت. يعني انا تراك تجيب تقدر تجيب كلمات. علمنا يا اخوي. ضربتني ضربتني هم انا انسدح انضجعت تريح فراش صايع تريح فراش كلمه كلمه تريح فراش. الله تخيل والله ما انت سهل. لا بطل والله ما انت سهل. معلمه تبارك الله معلمه. لا والله ليه ابو تخيل الفريق. هاي طبعا يا جماعه الخير هذا يا رجال الفريق هذا ابو الارانب. الحين جواتكم صمتين انت ما له دخل. اترك حسنان بشوي. طيب يلا ما تحسب كم سبع لاعب جابر رشيد ارجع اعترض ثامر 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 هذا ما هو ثامر طبعا الف مبروك الفريق الارانب الارانب 1000 ريال يستاهلون عاشق الارانب. ايه لا غيت منكم جول جاوب وتخيل مدخلين هنا عندك اعتراض واضح يا اخوي واضح عليه. طيب يا جماعه الخير عند فريق الازرقاني اختاروا اللون الاحمر. الله يا ابو مش ايه الاحمر ده يا باشا. انت اشرح وانا بجاوب. ايه ده الاحمر. طيب قلتك حمراء يا باشا. طيب هذا هو يشرح هو اللي يشرح. اوف هذا جوكم. الكلمة هذه بدون ما تنطق الكلمات هذه الكلمة هذا اللي يجيبها هذا هو اللي يجيبها انت ما تجيبها بدون ما تنطق الكلمات دي. فيه نوع من الشعر حديث الاول عرف الشعر انه قوي وصلب وما ينحفظ. الحين فيه نوع من الشعر ها الوقت معك. نثر خاطرة لا صرة في الشعر غزل مدح لا 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 هم من انواع الشعر لا خلينا نقول اسلوبه احداثي إيه مثل قصايد ابن فطيس نسميها انا البحر الهلالي. ها الوقت تقدر معك. عليه تقدر عليه السهل الممتنع. صح عليك صح عليك يا مهذار. يا اخوي قاعد شرح بطل شرح ابو غير في المسابقه السهل الممتنع. طبعا الاجابه السهل الممتنع نيجي لما فريق الازرقاني اجابتهم كانت السهل الممتنع. حصل معنا فريق الازرقاني على مبلغ مب 1000 مبروك 500 ريال. لا ليه ظلم؟ لا والله ظلم. من اللي يعطيك الاجابات؟ انا الاجابات مسجلها هناك عندك. وين هي؟ والله راشد. احنا نطالب بالاداه اللي تختار الفلوس دي. الاداه؟ اي نعم. الله عليك الاستاذ. ليش يعطيني 500؟ الله عليك الاستاذ ابو ظهير. هل شرحي كان سهل؟ لا شرح جميل ولكن يعني الاجابه سهل. لا والله الاجابه سهل. طبعا يا جماعه الخير هذه الجوله الثانيه عند فريق الوحوش. اللون اختر اللون. اللون الجرين. يا اخضر اخضر. شفت يا قاعد ما اعرف والله ماني بعرف انا بسوي نفسي مثقف. اقول قص ولا كم ارحب. طيب الشرح عندي على عند 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 عند. انت قبل شو شرحت هو بعد التوقين كذا ماني بعرف. لا 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 كل جوله عند واحد. وش اشرح وش تشرح كل جوله عند واحد. الكلمه هذه تخليها ينطقها بدون ما تنطق الكلمات هذه انت. ضخم. حلو انتبه لما الوقت 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 دقيقه 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 بالله انتبهوا من الغش يا شباب انتبهوا من الغش انتبهوا من الغش انتبهوا من الغش انتبهوا من الغش. يلا بدينا الوقت. لما تسوي لك حاجه حلو ولما انك خلص منها وش تقول؟ تقول والله تعبت تعبان
مليت والله يا زهق والله يا هو تعب قريب 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 تعب مرض لا قربت كسل سويت لك شيء قربت بعده وصلت مرحله تقول والله يا زهق ملل قريب كذا يعني قريب كهرب ابكلا حوله الحرف الاول صح كا الوقت ماكو كرف كرف ايش ايش كرف اسمع انت قلت اول حرف كا لا هو قال كا نفس اللي اول يعني قال اول قال اول حرف صح قال لا لا هو انت قلت اول حرف كا قل لا لا اول حرف صح فيه انت قبل شوي قبل شوي براجح قالوا هنا الحرف الاول صح وش هو هم ذولي طيب هو جاب الحرف الاول صح إيه؟ وش قال قال كهرب قال كهرب قلت انا صح الحرف الاول قال كهرب يعني من باب التعليم لا 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 الف مبروك تستاهلون الف مبروك فريق الوحوش حصل معنا على 700 ريال حيعانهم حيعانهم تستاهلون ابد ابو تخيل ابد خذ راحتك يا حبيبي الله يحفظك بتنى نودعيكم ان شاء الله لا تقولوا بعد عيال انتبهوا لا تسووا مثل يعني بدون توضيح زين طبعا فريق الخرج علي الجعيدي كان وجه وجه البريء وجه اللي انا اعتذر منك اختر لون يا ثامر مدعي كفو وش اختار؟ اخضر اختار برتقالي ايش فيك زعلان يا جد بس بتضايق برتقالي برتقالي برتقالي؟ ايه جاوب ها ملو جاوب سبحان الله حول بعضهم دائم من اللي قبل شوي شرح؟ علي انت اشرح الحين طيب تعرف كيف تشرح؟ برتقالي مو بذا البرتقالي هذا الله يرضى عليك اسمع تعرف كيف تشرح؟ من حق شهز من حق شهز طيب ارفع بدون ما تنطق الكلمات هذه تخليه هو يجاوب الكلمه هذه سريع الوقت معك دي ايه ما تبغى تنطق لا 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 سريع الوقت معك بدا يلا بدينا اسمع يجي في رمضان مو بطبق رئيسي هو طبق رئيسي يشبه الكريمه والجلي تطلي تطلي ها؟ لا مهلبيه اي كفو والله لك كفو اكيد ما والله ما قلت أبغى شهد طيب فريق الخرج فريق الخرج حصل معنا كم؟ لا فريق الخرج كم؟ مين هذا الحين بيقول سلمان ألف مبروك ألف ريال فريق الخرج طبعاً الآن عند فريق لا لا عفينا عنه من عفى وأصلح فأجرى الله طبعاً فريق الأخضر إيش؟ أخضر إكا وش تختار اللون؟ أختار برتقالي اللي راح يشرح ترى علي اللبنة ايه صح؟ برتقالي. طيب برتقالي 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 يا البرتقالة عذبت حاله عيب عليكم رمضاني عيب عليكم رمضاني دقيقة بغض يا البرتقالة يلا لا 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 لف لف لا ما يشوف طيب وين هي؟ هذه الكلمة يا غبي ذي هذه الكلمة تشرحها له ينطقها بس ما تقول ما عين في الكلمات اللي تحتها ما تنطقها ما تجيب الكلمات هذه تحتها ما تنطقها يلا بدينا الوقت بدينا فيه شلة أنا أحبها حلو طيب ايه أبعطيك لحن ها وانت يلا هي كلمة لا ما تجيب الكلمة اللحن بعد روح 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 يلا وينك عاني البداية وش الغالي وينك يا الغالي لا اللي قبلها الوقت اللي قبلها بسرعة وينك يا الغالي اللي قبلها شوفك عاني قبلها الناس يغنيني أول كلمة قبلها ويلا يا حبيبي ويلا الوقت معك أكثر نسيتها الحين بناديك وش بتقول لي انت لبيه لبيه مبروك لبيه ادري يا قل لي من بدري المبروك فريق الاخضر لبيه حصل معنا على فريق الاخضر حصل معنا الف مبروك 250 شيمس والله اني لطعنك بس شوف لك وقت دقنك اشقر وتعطيني 450 سلامات انتهينا تراك اشهم ما تبشقر انتهينا من الجوله الثانيه من لعبه لا تقول الان بنبدا في التاج تاج ختام فوازير جبر المداري عطنا السؤال وعطنا الحكم في نفس